كلام كتير قوي طالع وهيطلع من القلب دلوقتي، بس بعد ما نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني في البيت الكبير. منذ نشأة النادي الأهلي وهو يثبت بأنه قلعة من قلاع الوطنية والنضال في مصر، ففي كل مناسبة وطنية كان الأهلي سباقاً. وفي عام 1973 تم تجهيز المتطوعين داخل جدران القلعة الحمراء من أجل مشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة، وعندما طلب من أعضاء النادي التبرع بالدم في بداية المعركة تقدم 8000 عضو في 24 ساعة. ولو توغلنا عبر التاريخ الوطني للقلعة الحمراء سنجد أن مواكب الكفاح ضد المستعمر في ثورة 1919 خرجت من النادي الأهلي، وحينما قامت الجيوش العربية لتحرير فلسطين عام 1948 كان شباب النادي الأهلي في طليعة المتطوعين، فضلاً عن المساهمة بالجهد والمال. وفي 29 من يناير عام 1949 قررت الجمعية العمومية بالنادي الأهلي عمل لوحة تذكارية لأعضاء النادي الذين استشهدوا في حرب فلسطين، إضافة إلى التبرع بقيمة 100 ورقة يا نصيب لإغاثة لاجئي نفس الحرب. وفي 27 من أبريل عام 1953 قررت الجمعية العمومية للنادي الأهلي إنشاء مراكز تدريب عسكري وتبة لضرب النار خلف مدرجات التلتة شمال لتدريب الفدائيين. ودفعت المواقف الوطنية للقلعة الحمراء وقتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقبول الرئاسة الشرفية للنادي، إضافة إلى قبول أعضاء مجلس قيادة الثورة العضوية الشرفية للنادي اعترافا بوطنية النادي الأهلي. وحين وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 تحولت ملاعب الأهلي إلى مراكز تدريب لأفراد المقاومة الشعبية، لتجتمع الجمعية العمومية لإصدار عدة قرارات تاريخية أهمها الموافقة على تدريب موظفي النادي أسوة بالأعضاء، والسماح لهم بالاشتراك في معسكر التدريب بملعب المعلمين، وإيقاف النشاط الرياضي ليتفرغ الأعضاء للدفاع عن الوطن، وفتح باب التبرع لشهداء بورسعيد، وإقامة مباراة لكرة القدم بين الأهلي والزمالك في 23 من نوفمبر عام 1956، ويخصص إيرادها لصالح ضحايا العدوان في المدينة الساحلية. حين وقع العدوان الصهيوني على مصر في يونيو عام 1967 كان الأهلي رائدا في تنفيذ المشروع الذي أعدته وزارة الشباب لإعداد شباب الأندية الرياضية للمعركة. وفي 5 من أغسطس عام 1967 بدأ الدرس الأول للفوج الأول من أعضاء النادي رياضيين وغير رياضيين، وكان يضم هذا الفوج 300 عضو تتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 عاما، وكان أبرز من شارك فيه من نجوم الفريق السايس وظاظة وسعد أبو النور ومحرم الراغب وغيرهم. كما أصدر المجلس قراراً بتفويض أمين صندوق النادي في صرف أي مبالغ تتطلبها أعمال المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى وضع جميع إمكانيات النادي في خدمة المقاومة. عاش النادي الأهلي، قلعة وطنية ومنبع النضال.